سلام الخوت، كالعادة راكم عارفين القويعدات وقبلهم عليكم باللايكات. زل دابا سيبورتي الفيديو بلايك ولوح شي كومنتير في الصنيديق، ولي ما مابونيش يتابونا. وهذا ما كان اخوتي، ودابا عليكم بالقويعدات اللي راكم عارفين، الكوانو الكيتو السينتا والطلام. ما تنساوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعيوها مع اخوتنا اللي في الصحراء اللي كان حييهم من هاد الكوان. تحياتي لكم الرجال. هذا ما كان العشران، نبداو. هو فاش غادي ترون القضية باقي كان عقل على هاد النهار مزيان، حيت شفنا فيه الموت قبالت عينينا، شفنا الموت اون كولور. كان البحر عادي وسطابل، ما عرفتش كيفاش ولا حتى يمتى تقلب البحر في رمشة عين. الموج صعرو علينا، كل موجة يا موجة، الا ما كانت تكون فيهم ثلاثة ولا أربعة متر. زيد عليها الباطو اللي كان صغير، باطو اللي ما خصوش يدخل لدوك الأعماق، الباطو غير ديال الصيد الساحلي ماشي ديال أعالي البحار. وزيد عليها الكونتيتي ديال البشر اللي كان هاز، وباطو راه غير ديال الخشب ماشي حديد. بدا عندنا هاد الفيلم ديال الخليع مع شي الخمسة د العشية. الشمس بدات كطيح والليل بدا كيلقي علينا بسواده، السما كحلا كحلا زحلا، ما كيبانش ليك فيها نقطة من غير الكحولية. وهنا غادي تبدا الرعدة، بدا الرعد والبرق اخوتي، بدات كطيح حتى الشتا. الباطو ولات كضربو موجة وكتعاود ليه الاخرى، موجة كتباصيه الختا كتقول ليها هاكي، الاخرى كتردها ليها بشي سونتر ما عدي ما ندير بيه. اما احنا وسط هاد الشي فرا كلنا كتفمنا جملة وحدة، اشهد لا اله الا الله وان محمدا رسوله. هذا كل شي بدا كيشهدها الخوت، والمخير بدا كيبكي، واللي منهم حتى انا. هاد الشي رابله لا يطريه ليك، الباطو بدا كيدخل ليه الماء، والمخير فينا بدا هاز تحت الكوشيطة. الكوشيطة واحد الكوان لتحت تحت حدا البلاصة د الموتور، كيسولو الدراري فين غادي، كيقول لهم امشي نشوف التيلي بوتيك واش حلات، نهضر مع مالين الدار نتواضع معاهم. لايك ولوح شي حاجة في الصنيديق، ابوني الا ما كنتيش دايرها. وهذا ما كان اخوتي تهلا.